نروح بقى على مقر جريده البوابه نيوز مع زميلتنا العزيزه مريم سميح، وهنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في كل الصحف والمواقع المختلفه. مريم صباح الفل عليكي. طبعا اكيد عندك النهارده مجموعه كالعاده من المانشيتات الملفته للنظر. بالنسبه لنا انا ونهواند شفنا ان يمكن من اهمهم على الاطلاق ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح، وعنوان تاني بقى ده يستحق التامل اللي هو ايه، الدوري الفرنسي فاز بضم ميسي لكن كره القدم خسرت. خشي علينا بالتفاصيل بقى، اتفضل. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك انا هوند، وطبعا بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد، جوله صحفيه جديده من داخل مقر البوابه نيوز. طبعا زي ما انت قلت يا كريم، معانا عده منشطات فعلا مثيره للجدل وهتكون معانا خلال هذه الجوله، وكمان هيكون معانا ابرز الاخبار الصادره صباح اليوم الاربعاء. خلينا نبتدي بمنتخبنا طبعا من البوابه سبورت. البدري يعلق على مجموعه مصر في امم افريقيا 2021. اكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن المجموعة التي وقع فيها منتخب مصر طبعا بجانب نيجيريا وغينيا بيساو وكمان السودان هي مجموعة يعني متوازنة وليست سهلة في كأس الأمم الأفريقية 2021. طبعا يعني حسام البدري شايف ان هذه المجموعه ليست سهله نظرا لتطور جميع المنتخبات في المستويات، وكمان اصبحوا يمتلكون يعني يمكن عناصر على اعلى مستوى. كمان اضاف البدري ان هو عنده ثقه كبيره جدا في ربنا طبعا في المقام الاول وفي امكانيات لاعبيه وقدراتهم بتخطي هذه المجموعه وتقديم مستويات طيبه ترضي طموحات الشعب المصري باكمله خلال الفتره المقبله. كمان قال البدري ان مع جهازه الفني يفكر في كل مرحلة بشكل منفصل، وأنه حاليا لا يركز إلا في مشوار الفريق ببداية تصفيات كأس العالم لتحقيق التكليف الآخر بالصعود لنهائيات هذه التصفيات، كما حقق التكليف الأول طبعا بالصعود إلى كأس الأمم الأفريقية، موضحا أنه مع كل عناصر المنظومة بداية من رئيس الاتحاد المهندس أحمد مجاهد وأعضاء لجنته الثلاثية مرورا باللاعبين وأعضاء الجهاز الطبي وكمان الفني والإداري يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في إرضاء الجماهير وتلبية طموحاتهم كمان بالتواجد في المحافل الدولية وخاصة كأس العالم، اللي أكيد يعني حسام البدري قال إن أي منتخب بيشارك في كأس العالم بيكون شرف كبير ليه وسام شرف لكل من يساهم في هذا الإنجاز العظيم. كمان طالب حسام البدري من خلال تصريحاته يعني كل جماهير كرة القدم المصرية استمرار الدعم اللي بيقدموه طبعا للمنتخب المصري في تلك الفترة العصيبة والاستثنائية في تاريخ كرة القدم المصرية. تاني عناوين النهاردة من روسيا اليوم، بعد الجدل ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح. أكد تقرير إسباني أن نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ليس ضمن خطة نادي ريال مدريد للتعاقد معه سواء في الميركاتو الصيفي المقبل أو خلال الفترة الحالية أو الموسم المقبل. وذكرت شبكة ديفانسا سنتر الإسبانية أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح يعني يمكن اعتمد إثارة الجدل من خلال حسابه الرسمي وتصريحاته من خلال حسابه الرسمي على تويتر كمان بشأن مستقبل النجم المصري، حيث كتب عبر حسابه على تويتر عقب تألق صلاح أمام نوريتش سيتي السبت الماضي بصناعة هدفين وتسجيل الثالث، كان في تصريح مثير للجدل بالنسبة لرامي عباس وكان هو تمنى أن يشاهدوا ذل. أوضحت أن تغريدة عباس كانت بمثابة وسيلة ضغط على إدارة نادي ليفربول طبعا عشان يجددوا عقده هما مع النجم المصري خلال الفترة المقبلة أو المواسم المقبلة. وأشارت الشبكة إلى أن صلاح ليس ضمن خطة نادي ريال مدريد سواء الصيف الجاري أو الموسم المقبل، حيث أن الاهتمام الرئيسي يتجه نحو مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان وهالند كمان لاعب بروسيا دورتموند. ومن صحيفة الشرق الأوسط، الدوري الفرنسي فاز بضم ميسي لكن كرة القدم خسرت.
يعني طبعا التقرير يمكن اتكلم شويه عن المباريات اللي هتقام يوم الاحد المقبل، وهي مباريات مهمه جدا الحقيقه. هناك مباراه ليفانتي ضد ريال مدريد، وروما كمان ضد فيورنتينا، ونيس ضد مارسيليا. التقرير يعني رصد ان مباراه ريال مدريد وليفانتي لن تكون على المستوى المطلوب، خاصه ريال مدريد بيعاني من ضغوطات كبيره جدا خلال الفتره الماضيه، ولم يعني ينجح في التعاقد خلال الموسم الصيفي الحالي أو فترة الانتقالات الصيفية إلا مع ديفيد ألابا. ولكن يعني عندما سيلعب باريس سان جيرمان سيختلف الأمر تماما أكيد، خاصة عندما سيلعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب كل من نيمار ومبابي، خاصة أنه من المحتمل أن يسجل ميسي ونيمار ومبابي يعني عشرات الأهداف خلال هذا الموسم. وصحيح أن باريس سان جيرمان يعني قد خسر لقب الدوري الفرنسي، ولكن التقرير شايف أنه رغم هذه الخسارة في الموسم الماضي، ولكن الشيء المؤكد أن ذلك لن يحدث مرة أخرى، وبالتالي تزداد شعبية مزيد يعني الدوري الفرنسي الممتاز بدرجة كبيرة جدا بعد انضمام ميسي. وكمان سيهتم مزيد من الناس بمشاهدة مباريات باريس سان جيرمان هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم السابقة. وأكبر دليل على ذلك طبعا يعني يمكن الحشود، وكمان رؤية أعداد هائلة من الجماهير المتحمسة في المطار بانتظار وصول ميسي، وكمان قوائم الانتظار الكبيرة جدا اللي طبعا رصدتها يعني وسائل خلال الفترة الماضية أمام متجر باريس سان جيرمان لشراء قميص ميسي، وهذا دليل على الحماس الكبير لجمهور طبعا الكرة الفرنسية خلال الفترة المقبلة. أخيرا من موقع كورة، باخ يحضر افتتاح الألعاب البارالمبية. ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيزور اليابان لحضور افتتاح ألعاب طوكيو البارالمبية، والمتوقع وصول باخ إلى اليابان يوم 23 أغسطس الجاري. جدير بالذكر طبعا أن الجهات الأربعة المعنية بالألعاب البارالمبية اتفقت على إقامة المنافسات دون جماهير، وتنطلق الألعاب البارالمبية يوم 24 أغسطس من الشهر الجاري، وتمتد حتى الخامس من سبتمبر المقبل. وطبعا عايزين نقول ان اختتمت منافسات اولمبياد طوكيو 2020 في وقت سابق هذا الشهر بعد إقامة الألعاب دون جماهير ايضا بسبب يعني انتشار وباء فيروس كورونا. دي كانت ابرز اخبارنا في المنشطات الصادرة صباح اليوم من داخل مقر البوابة نيوز. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة اخرى. شكرا ليك زميلتنا العزيزه مريم سميح، جزيل الشكر، وان شاء الله نرجع نلتقي على خير معاكي في تغطيات قادمه باذن الله.